في الوقت التلفزيون الذي يتجه فيه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث انطلقت دورة الألعاب الأولمبية للعام 2024 منذ أيام، تشهد مدينة مانشستر البريطانية في الوقت ذاته حدثا رياضيا فريدا لألعاب الفنون القتالية المختلطة UFC. اسم البطولة مشتق من Unlimited Fight and Championship، وتعني بطولة القتال النهائي المعروفة اختصارا UFC، وهي بطولة عالمية تهدف لترويج فنون القتال المختلطة، حيث نظمت أكثر من 600 حدث على مستوى العالم، نظم 600 كما ذكرت، لكن غير مدرجة ضمن الرياضات التي ينظمها الأولمبياد. الحدث غير العادي لهذا العام هو هذا الشهر، تصدر اسم فلسطين في البطولة بعد أن توج لاعب الفنون القتالية الفلسطيني بلال محمد بلقب بطولة العالم للفنون القتالية عن الوزن المتوسط، محققا إنجازا تاريخيا باعتباره أول بطل فلسطيني في اليو اف سي، إضافة لكونه أول مقاتل فوق سن 35 يتوج بلقب يو اف سي في الفئة الوزنية. البطل الفلسطيني المقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية توج في هذه البطولة بفوزه على البطل العالمي البريطاني ليون إدواردز بعد 10 انتصارات متتالية حققها في البطولة خلال الأعوام الماضية بلا هزائم، فلم يهزم البطل الفلسطيني منذ يناير عام 2019. ما شاء الله، بلال أهدى فوزه إلى قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية، كما تداول الناشطون عبر منصات التواصل مشاهد تظهر احتفاء الجالية الفلسطينية في شوارع مانشستر بالمملكة المتحدة بهذا الإنجاز الفلسطيني. الحمد لله، الحمد لله. God first always. Secondly, this fight is nothing. This is for my family, my people in Palestine. They're fighting the real fight. Inshallah, puts my smile on their face. One of them guys over there. I'm just trying to do my part. Alhamdulillah, always. مبروك للبطل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا لافتا مع خبر فوز إيهاب حمارنا. قال هنا من أكثر الناس اللي تم تشكيك في قدرته من الجمهور للسنين، ومنهم للأسف الشعب العربي، واليوم جاوبهم بالميدان وعمل نصر رمزي للشعب العربي لتذكروا أنهم قادرين، ويقدم بعض الأمل والفرحة لجراح الشعب الفلسطيني. الناشط الفلسطيني خالد النجار قال: مشهد دخول بلال إلى الحلب على أنغام أنا دمي فلسطيني وتهليلات الجماهير بالأعلام والكوفية الفلسطينية كان مهيبا مثيرا للفخر، وكذا لحظة تتويجه بينما عبر عبد زيد باحتفائه بالبطل الفلسطيني وقال: في كل الميادين الرياضية والتعليمية والصناعية في الصبر والعطاء وقوة الإرادة متميزون. مبروك لفلسطين فوز البطل الفلسطيني في فنون القتال المختلطة بلال محمد بطل العالم في وزنه باللقب العالمي UFC. بالحديث مشاهدينا عن غزة والمحافل الرياضية لهذا العام، فقد أشارت حركة المقاطعة العالمية BDS إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى حرمان عشرات اللاعبين الفلسطينيين من المشاركة في الأحداث الرياضية العالمية بسبب قتلهم في حرب الإبادة على قطاع غزة. BDS أضافت أن 342 رياضيا فلسطينيا استشهدوا، منهم 69 لاعبا أولمبيا، 241 شهيدا في كرة القدم، كما دمر الاحتلال 49 منشأة رياضية. التلفزيون العربي.